تحية طيبة وأهلا سمع إخوة الكرام معنا اليوم إن شاء الله في فيديو هاتين التعليمية كالعادة. اليوم إن شاء الله هنتكلم روحة الموقع، موقع رائع وممتاز جدا اللي هو موقع كانفا في محرك البحث. بعد كليكوا على الخيار الأول هو كان يحولنا إلى هذا اللي هي كانفا، هو دوا الموقع ديالك. فيه العديد من المميزات الرائعة والممتازة صراحة، سواء صورة مصغرة، سواء دوكومنتاسيون، سواء طابلو، سواء بريزونتاسيون لريزو سوسيو، لفيديو مصغرة، والعديد من المميزات إن شاء الله اللي هنحاولوا نشرحها وحدة بوحدة إن شاء الله في فيديوهات متعددة إن شاء الله مع مرور الوقت. مثلا على بركة الله نمشي ناخذ واحد التجربة من هذه الامتيازات اللي هي موجودة في هذا الموقع اللي هو كانفا. ممكن تختار من هنا اي شيء اختار هنا، او لا تمشي للبحث وتكتب على اي كلمة هنا انت باغي تحدد ذاك الموضوع اللي تحدث، سواء مصغرة ولا طابلو ولا اي حاجة. مثلا انا نمشي فون ديكرون للتليفون، ناخذ واحد فون ديكرون اللي نديرها ونخدم ان شاء الله. هناك يعطيك العديد من الاقتراحات المميزة الرائعة ممتازة جدا ان شاء الله. كين المدفوعة وكين المجان. اذا كنت مشترك في الخطة المدفوعة يمكن لك تعمل جميع الصور وجميع النماذج هنا، اما اذا ما كانش عندك الخطة المدفوعة فهناك العديد من المميزات الكثيرة والرائعة والمجانية بطبيعة. اذا على بركة الله مثلا نختار هذه الصورة، تكليكي على الصورة كيدوزك لهذا الخيار. هنا كيعطيك بيرسوناليزي سو موديل، يعني واش يمكن لك تخدم على هذا الموديل. بالاضافة كيعطيك واحد الاختيارات اخرى على هذه او هذه او هذه. مثلا انا ساختار هذه الصورة، اذا بعد اختيار الصورة بيرسوناليزي سو موديل مباشرة كيدوزك الخيار التالي اللي يمكن لك انت تخدم عليك الصورة اللي اغي انت مثلا تخدم عليه. انا هنا كليكينا على هذه الصورة اختارينا، هنا كاين العديد من المميزات. هنا لي زيليمون لي ديس، كاين هنا امبورتي، يعني ممكن تاخذ صور من الهاتف ديالك ولا بي سي ولا اي شيء يمكن لك الكتابه. كاين هنا الديزاين، كاين هنا البروجي، كاين ليزاسيون، كاين الفوتو، كاين الاوديو يمكن لك تعملو الفيديو كذلك، البلان اريير ديال هاد الصور. اذا نمشي انا ناخذ بلان اريير ديال الصور. هنا كيعطيك اختيار ديال الصور اللي ديرها خلفيه، مثلا شوف نختار مثلا انا هاد الخلفيه، اختارينا الخلفيه. اذا كيعطينا على هذا الشكل. هنا يمكن لي نمسح مثلا هاد الخلفيه اللي ما عجبتنيش، نمسح هذه كذلك، تكليك عليها وكتمان سي بريمي كتعطيك خلفيه بيضاء. اختار هنا الخلفيه اللي انا الان يمكن لي نعدل ليها بكل سهوله بطبيعه الحال. نختار مثلا هاد الخيار. هنا اخترنا خيار مثلا انا نكتب على هاد الصور اللي نكتب عليها، كنكليكي هنا على التكست اجوتي دي تكست. هنا او عطانا برهنا هاد العلامة تبلش. هنا يمكن لي نكتب اي شيء، مثلا انا غادي اي كلمة عربية او باللغة الفرنسية او الانجليزية فهو يدعم جميع اللغة. هنا يمكن لك تكتب الصورة فنبا نزلها اي مكان. كيبقى لك هنا يمكن لك تاخد اللون ديال العنوان اللي كتبتي، كذلك هنا يمكن لك تنقص منها من هنا. هنا نزيدو فيه، هنا كنشرحو شرح مبسط للناس اللي مأمرهم يخدمو كانفا بطبيعة. هنا تاخد انواع الخطوط اللي كاين، اي خط يصير اي نوع يمكن لك تكليكي عليه. هنا كيعطيني الخط اللي بغيت، هنا كنخلي هنا. انا بغيت نضيف مثلا على هاد الصورة اللي هتكون خلفية اي شيء، كنمشي هنا الاليمون. هنا الاليمون كيعطيك العديد من المسائل اللي يمكن لك تضيفها. مثلا انا نضيف كليكي فقط، ممكن لي هنا نصغر نكبر، وكذلك يمكن لي نحولها لاي مكان سواء هنا او هنا. فقط كشرح بسيط، شرح اولي ان شاء الله. الفيديو ديالنا القادمة ان شاء الله سيكون شرح شامل على موقع كانفا. نتمنى تستافدوا وتتبعوا معنا هاد الفيديوهات اللي غيكونوا بطبيعة الحال في حلقات متسلسلة، أي في فيديوهات متفرقة. كل موضوع غادي نشرحه إن شاء الله في فيديو، سواء الصور المصغرة، سواء لوجو للقناة، أي شيء مثلا فيديوهات والعديد من المميزات إن شاء الله غادي نشرحوها في فيديوهات متتابعة. نتمنى إن شاء الله من هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم، حاولوا تبارطاجيونا على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله باش يستافدوا معنا العديد من الطلقة ومخارج.